ماما قيلوني يناسبني أكتر. أكيد لون شعرك لأنه باقي أغنى ويلمع أكتر. والصبغة ما تهلك شعرك؟ ماما هذا غارني كولور ناتشورز الجديد، صبغة الشعر الوحيدة بزيت الزيتون الطبيعي، يغذي شعري كي نكون نصبغ. وانتي عارفة شعري مغذي يعني لون أروع، تحضيره سهل واستعماله سهل. وشعري الأبيض؟ انسيه، غارني كولور ناتشورز الجديد، شعري مغذي يعني لون أروع. اعتني بنفسك.